يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. بداية يوم جديد وبطبيعة الحال بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، وبرضو كالعادة احنا جاهزين لحضراتكم بكمية أخبار قد كده، سواء بقى عن النادي الأهلي، الرياضة المحلية، الأولمبياد، الرياضة العالمية إلى آخره. إن شاء الله تسعدوا معانا في حلقة النهاردة. صباح الفل عليكم. صباح الخير والهنا والسعادة والرزق، زي ما احنا دايما بنحب نبدأ كده، بس برضو السعي مهم جدا، والسعي ده الجزء اللي بيكون علينا والباقي طبعا بيكون بتاع ربنا. صباح الأمل والجمال والنصر دايما على حضراتكم، وحلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي. دايما كده بنحب نملى يومنا ونملى روحنا حتى بطاقة إيجابية في بداية اليوم، وزي ما كريم قال احنا معانا فقرات وأخبار كتيرة جدا سواء محلية أو حتى أخبار عالمية بتهم حضراتكم. بس خلينا ننوه في البداية عن الفقرات اللي معانا. في الفقرة الأولى من فقراتنا الحوارية هتكون منورانا بطلة من بطلات النادي الأهلي في رمي الرمح، وفقرة التانية هتكون عن تأهيل أبطالنا الأولمبيين يعني نفسيا، لأن دي نقطة في منتهى الأهمية، مش بس من زاوية أهمية التأهيل النفسي للرياضيين، لا أنا بتكلم كمان من زاوية تانية. وعلى فكرة دي برضو حاجة أكيد هندردش مع حضراتكم بخصوصها أنا ونهوان، فكرة إن إحنا لازم نركز بقى بالمعنى الحرفي للكلمة في مسألة صناعة البطل الأولمبي. يعني امبارح كلنا شفنا الكلام اللي قاله سيادة الرئيس، وطبعا كالعاده ما سابش ثغره وما سابش نقطه غير لما اكد من خلالها على اهتمامه بالرياضه واهتمامه بحته تشكيل الانسان والعائلات اللي بينتج عن حسن تربيتها لابنائها ان احنا بنشوف ابطال مستقبليين. صحيح. انا بقى لو هنتكلم بقى على الشق الخاص بسياده الرئيس امبارح وتكريمه طبعا للابطال وغيره، لا هو كان ليه كذا تصريح يا كريم، وتحدث كمان ان هيكون في اطلاق لاسامي الابطال اللي حققوا وحصلوا على يعني ميداليات في اولمبياد طوكيو على بعض المحاور والطرق. ده في حد ذاته ممكن الناس تشوفه او بعض الناس تشوف عادي، لا على فكره هو مش عادي، ده ليه رساله جميله جدا، رساله كبيرة. انت الفكره لما اسمك وانت لسه شاب صغير بيطلق على محور او شارع او اي شيء، ده تكريم عظيم. ده كده يعني اجيال ورا اجيال هيجوا يسالوا مين فريال، مين هدايه، مين فلان، مين فلانه، فقصتك مستمره، تاريخك مستمر، فده شيء فيه تكريم كبير جدا. وزي ما احنا دايما بنقول الدعم المعنوي اعتقد طبعا يعني بيكون كمان اكتر بكتير واحسن بكتير وافضل بكتير واهم بكتير من الدعم المادي. دي نقطه. ده غير طبعا المكاسب الماليه اللي كنا اتكلمنا مع حضراتكم هيحصلوا عليها في حال الفوز بالميداليه الذهبيه او البرونزيه او الفضيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا برضو لفتت نظري جدا، وده تصريح كان عن سياده الرئيس، وهو تحدث يا كريم قال تحديدا كده، قال ان المجهودات المبذوله في الفتره الماضيه لتطوير الرياضه المصريه، شوف بقى الجمله اللي جايه دي، ليست كافيه لتحقيق انجازات رياضيه كبيره. شوف لما انت تيجي تتكلم من منطلق في شفافيه وفي صدق، انا دلوقتي بعمل المجهود، انا دلوقتي بعمل اهتمام، انا دلوقتي بعمل دعم، ولكن غير كافي، انا عايز ازود الناس دي باهتمام ودعم ورعايه وغيره وغيره. ففي جهود كانت مبذوله في فكره عدد كبير من انشاءات يعني خاصه بالمنشآت الرياضيه والمدن الرياضيه في الفتره اللي فاتت، ولكن برضو ده غير كافي. فكون ان الرئيس يتحدث بهذا الشكل انا اعتقد ان ده هيكون ليه مدلول كبير جدا، واعتقد ايضا لما نيجي نتكلم في باريس 2024 فهيبقى في كلام تاني خالص. برضو من النقط اللي في منتهى الاهميه اللي وقف عندها سياده الرئيس، فكره ان البطل ده مش بطل مع نفسه كده، مش لوحده، ده في اسره كامله هي كمان يتقال عليها من الابطال، ان هم احسنوا التنشئه، احسنوا التربيه، شافوا الملكه او الموهبه اللي عند ابنهم، اشتغلوا عليها، ضحوا بحاجات كتير قوي، زي ما على فكره ده اللي حصل مع اهالي كل الابطال الاولمبيين وغير الاولمبيين في اي رياضه. يعني فعلا اي بطل هو صناعه اهله قبل اي حاجه، قبل حتى المدربين، ويمكن يعني بالتوازي كده مع موهبته هو شخصيا. فدي برضو نقطه لم يخفلها السيد الرئيس، اتكلم على ان زي بطلتنا في ريال هي مش بطله لوحدها، عندها اسره بالكامل يتقال عليهم ابطال دعموها، وقدم الدعوه المفتوحه لكل اولياء الامور ولكل الاهالي ان هم فعلا يحسنوا التنشئه ويحسنوا التربيه بما يعود في النهايه بكل الخير على اولادهم هم شخصيا، وبطبيعه الحال هم كمان هيسعدوا. انت متخيله احساس اي اب او اي ام وهم قاعدين زي الفيديوهات اللي شفناها قاعدين عبر الشاشات بيتفرجوا على ابنهم او بنتهم وهي بتتكرم عالميا، واقفه على منصه التتويج، علم مصر بيترفع، النشيد المصري بيتسمع، كلها حاجات تدعو للفخر لينا كلنا. والنقطه بقى اللي لفتت نظري بصراحه كمان وانا عديت عليها انا وانت الاسبوع اللي فات سريعا، بس هي لازم نقف عندها تاني، لان هي كانت متكرره ومشاهد كانت محترمه، وناس كتير جدا من دول كتيره قوي عربيه
على كانت يعني عاملة شير والصور والتعليقات والتويتات، فكرة دعم البعثات العربية لبعض يعني دي كانت حاجة محترمة بجد. يعني لو حضراتكم تابعتوا، معرفش مش كل الناس بتتابع يعني كل المنافسات، ولكن شوفوا قد ايه لما بيبقى في مثلا مصري بيلعب او سعودي بيلعب او مغربي بيلعب اي او اردني بيلعب، كان كل الجاليات بتبقى مع بعض العربية وبتشجع بعض وهتافات وتويتات بعد كده. يعني هو ده او هي دي الروح اللي احنا دايما كنا بنتكلم عنها، ويعني والله فعلا تحس كده تاني ان ايه العرب الرياضه بتقربنا من بعض، فدي حاجه كانت جميله جدا. انا انبسطت لما شفت ده وشفت كم الشعب كمان، مش بس الناس هناك لا الشعوب كمان بتهني بعض، فكانت طبعا لفته محترمه جدا. خليني بس اروح معاك لنقطه قبل ما نبدا اخبارنا، ان احنا عندنا خبر مهم واعتقد هو خبر ما فيش حد ما اتكلمش عنه خبر الموسم طبعا خاص بميسي. بس قبل ما نروح لده، لان احنا بما فتحنا موضوع الاولمبياد والصحه النفسيه الفقره اللي معانا الفقره الثانيه، احنا بقى بنتكلم قد ايه ده مهم وقد ايه انعكاسه لو كان سلبي على ابطال ممكن ان هو يؤدي الى انسحابهم. ده بالظبط اللي حصل مع يعني خليني اقول لحضراتكم اسطوره الجمباز اسمها سيمون بيليز، اضطرت انها تنسحب من اصلا اولمبياد طوكيو، واختارت زي ما صرحت كده قالت انا بختار صحتي النفسيه. ليه بقى؟ ده شيء كان غريب جدا. هي بطله كبيره جدا، وهي زي ما قلت لحضراتكم انسحبت من نهائي المسابقه الكامله اللي هي فرق السيدات في اولمبياد طوكيو، وقالت انا خايفه، انا عندي مخاوف حيال الصحه النفسيه وانا ما بقتش قادره خلاص، انا عايزه اركز على صحتي ومش عايزه اعرض حياتي وصحتي للخطر. فده كان امر غريب، بس ده يرجعنا ولو جينا كده فكرنا برضو هو ليه ده بيحصل. اكيد كان في ضغط، اكيد كان في يعني كواليس احنا مش عارفينها. لو جينا اتكلمنا تحديدا عن الجمباز، خليني اقول لك يا كريم انا نزلت لك بقى كل حاجه بالورق معايا، قواعد بيقول لك صارمه جدا كانوا بيعيشوها هناك تحديدا اللاعبات في الجمباز. التدريب مفروض ان هو 7 ساعات في اليوم، سن التقاعد بتاعهم 20 سنه. تخيل انت لما تبقى، لا مش انت انا زي الفل وعطائي لم ينتهي، لما واحده موهبتي لم تنضب بعد، واحده يعني تبقى لاعبه جمباز يبقى عارف انت عارف حياتك بس بصفه خاصه مش عارفه ايه، متخيله حجم المصيبه يعني لا في قساوه وفي عنف احيانا بيتعرضوا ليه كمان من المدربين، هم عايزين يشدوا عليهم عشان يعني يجيبوا احسن النتائج. فهي دي النقطه، الصحه النفسيه قد ايه ليها تاثير، ممكن يكون ايجابي ممكن يكون سلبي، ويوصل لبطل ان هو ينسحب من بطوله كبيره زي الاولمبياد. فدي اعتقد هتكون او ده هيكون ملف مهم جدا خلينا نتكلم مع حضراتكم فيه. بس نبدا بقى، نبتدي بقى مع حضراتكم بالخبر اللي فعلا يتقال عليه بالمعنى الحرفي للكلمه خبر الموسم وكل موسم، ويمكن الخبر ده اهم خبر في اخر 10 مواسم في عالم كره القدم، خبر اللي قالب الوسط الرياضي العالمي كله بما فيها حتى الناس على فكره اللي ملهاش قوي في الكوره. ميسي يترك برشلونه، طبعا يعني العنوان ده كفيل ان هو يعمل اعلى نسبه يعني شيرنج على السوشيال ميديا في 2021. يعني يمكن الخبر ده ناس كتير كمان اعتبرت ان هو اهم كمان من خبر رحيل كريستيانو رونالدو في وقت من الاوقات طبعا عن الريال مدريد، الكلام ده من كام 3 سنين 2018 تقريبا. يعني مش عارف بس يعني ايه، اصل امبارح كان في ملابسات كتير قوي وكان في مشاعر وانفعالات كتير قوي، وكلنا اكيد او يعني اغلب حضراتكم تابعتم اكيد المؤتمر الصحفي الخاص بميسي ولحظات البكاء التي طالت ولحظات التصفيق التي طالت، وكلام كتير كان بيتقال ما بين السطور غير الكلام اللي كان بيتقال في السطور نفسها. واللي انت شفتي امبارح الوضع كان عامل ازاي؟ بص انا هقول لك بقى بصراحه، طبعا ما فيش حد يمكن في العالم ما شاهدش ده يعني، بس القصه كلها ان في كذا تساؤل كده احنا المفروض ان احنا نساله مع بعض. يعني هل رحيل ميسي ممكن يكون امر طبيعي وممكن ان هو على الصعيد الثاني مثلا يؤثر على نسبه مشاهدات ماتشات برشلونه؟ يعني ده سؤال احنا برضو عايزين نساله. طيب هل ممكن ياثر كمان على الجانب الفني للفريق؟ برضو ده سؤال ثاني. طيب الاهم من ده، هل جماهير ميسي يا كريم ممكن ان هي تتأثر من جانب بقى مشجعي برشلونه ان هم مثلا ما يبقاش الكم الموجود، يعني فاهم قصدي بالعدد الموجود؟ انا ما اعرفش، انا شايفه ان جمهور ميسي مش هيقل، يعني البعض اللي كان بيتوقع ان بعد رحيل ميسي لا الجمهور بتاعه هيقل، انا ما اعتقدش خالص القصه هتبقى كده. لا
اعتقد ان الجمهور بتاع ميسي هيروح معاه في اي نادي تاني بيروح، وزي ما حصل مع كريستيانو زي ما انت قلت. وبعدين باريس سان جيرمان برضو ما هواش نادي صغير يعني، وبعدين اسماء كتيره جدا مؤخرا بقت كمان بترتبط بيه، فهي دي النقطه. طيب لو جينا برضو اتكلمنا في نقطه اخيره كده وفكره الانتماء، يعني هل الموضوع برضو بيزنس ولا هو انتماء ولا هي دلوقتي احنا بنتكلم في عصر الاحتراف؟ يعني ما كل دي اسئله اعتقد داخله في القصه. ما هو العنوان اللي انت وقفتي عنده ذاتك او كلمه الانتماء دي هي اللي قسمت الناس نصين، نص شافوا ان ده احتراف بالمعنى الحرفي، يعني المفروض ان هو يخلو من المشاعر، انا كلاعب بشوف مصلحتي فين، انا في عندي مساحه للمزيد من العطاء مع النادي القديم اللي انا كنت معاه ولا لا، بدايه جديده مع نادي جديده مع نادي جديد، ده برده ممكن ينتج عن يعني دي فئه من الناس. في فئه ثانيه اللي هي يعني شافت ان ده ان احنا لو رجعنا بالزمن شويه هنلاقي ان في مجموعه كبيره جدا من الاساطير فضلت ان هي يعني تستمر مع ناديها يعني عن ملايين الدولارات اللي كانت هتدفع لها في اوقات سابقه. الكلام ده على فكره ينطبق على يعني يمكن حتى من اجيال اقدم من بكتير من اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، توتي مثلا قيصر روما، باولو مالديني مع ميلان، ديسييرو مع اليوفنتوس، وطبعا غيرهم كتير جدا. صحيح مش هننكر ان مرتب ميسي وصل ل 50 مليون دولار، لكن برضه في وجهه نظر ثانيه انه كان عادي جدا ممكن يكمل في مشواره مع برشلونه، خصوصا انه يعتبر نسبيا او الى حد ما في نهايات مشواره الكروي. يعني لو افترضنا انه هيلعب له كمان 3 4 مواسم، في ناس كتير قوي انا هوند شايفه انه كان لا الافضل يقعد الاربع مواسم دول في برشلونه جوه بيته اللي ابتدى فيه مسيرته واللي ما لعبش غير ليه. ساي 17 سنه تقريبا، هو كان برضه زي ما وقبلها بتاع 3 سنين ولا حاجه في الاكاديميه، ادي 20 سنه مقفولين. بالظبط. يعني بص انا تابعت الكلام امبارح في المؤتمر الصحفي، وخصوصا لما هو كان بيتحدث ان هو خفض مرتبه ل 50%، وبعدين طولب ان هو كمان يخفضه اكتر ل 30% علشان الامور الاقتصاديه يعني اللي حضراتكم اكيد عارفينها المتعلقه بقوانين الليجا الاسبانيه وغيره، ولكن هو شايف ان ده او هو تحدث ان ده امر صعب جدا. ومن الناحيه الثانيه اداره النادي كمان ورئيس لابورتا زي ما احنا تابعنا كان بيتقال ان هو يقدر يوصل مع ميسي يعني لحلول وسط ربما تكون افضل من رحيله يعني، ولكن برشلونه زي ما احنا عارفين يعني برضو اسم كبير نادي كبير، لكن ميسي مع برشلونه برضو كان حاجه تانية. يعني لو احنا هنتكلم بقى ميسي عمل ايه لبرشلونه، وتصدر قائمه فوربس للانديه الرياضيه ال50 الاعلى قيمه، ده كان عام 2021 كان قيمتها 4.7 مليار دولار مقارنه بقيمته السوقيه اللي كانت عام 2005. احنا بنتكلم حضراتكم بلغه الارقام اللي كانت بتبلغ وقتها 890 مليون دولار. يعني اعتقد موضوع هيفرق معهم جدا برضو، مش قصه ما فيش شك، ما فيش شك هيفرق. بس برضو ارجع مره ثانيه واقول لك يعني كل الكلام ده جميل، لكن يعني انا كل اللي بقوله انه ما بقالوش 3 4 مواسم بيلعب مع برشلونه، ده عمر كامل فناه في هذا المكان. يعني 17 سنه لعب وثلاث سنين ولا حاجه قبل منها في الاكاديميه التابعه للفريق. فيعني لو هنبص بقى للارقام طالما فتحت باب الارقام، يعني اكيد اللهم صل على كامل النور السنين اللي فاتت دي نتج عنها صوره ضخمه من الدنانير. ايه المانع بقى ان احنا نيجي على نفسنا سيكه ونكمل في مشوارنا الاسطوري اللي احنا فيه مع النادي؟ لان فعلا فعلا يعني احنا بنتكلم على لاعب استثنائي بالمعنى الحرفي للكلمه، لاعب ما فيش حد في تاريخ برشلونه عدى على النادي بالفعاليه دي وبحجم الانجازات ده. يعني ميسي في الاخر في برشلونه ليه طعم تاني اكيد. بص انا بتفق معاك جدا، بس يعني انا واخده زاويه وانت زاويه بصراحه، يعني ما اعرفش طبعا الناس اكيد مش كلها برضه هتتفق يعني معاك او معايا، كلها بيبقى شايفها بوجهه نظره، ولكن القصه كلها يعني الناس تقول لك ده فعلا انتماء ولازم يكمل وخلاص هو عمل فلوس كتير، القصه مش قصه فلوس واحتراف، وحد تاني يقول لك لا هي ده شغل ده بزنس، وزي ما النادي برضه في الاول في الاخر بيفكر في نفسه، اللاعب برضه ليه ان هو يفكر في نفسه، وفكره برضه مش نقص في المرتب على قد ما بتبقى قيمه، اللي هو انا عايز اتقدر برضو، مش لو تيجي عليا لهذه الدرجه. مقدرينك يا هوند جدا، عندك رعاه. احنا بنتكلم على ميسي واحد من اهم لعيبه العالم، الرعاه بيبقى يعني حاجه تانية شوية. بس برضو في صورة من الدنانير يعني التقدير الدنيا شغاله، يعني اللي هو احساس ان انتم ما تفرطوش فيا قوي كده او ما تجوش عليا، ما اعرفش طبعا. يعني كل احنا نقدر نقوله ان كان في مشاعر حزن شديده جدا جدا جدا، وهو عيط يعني، هو بكى فعلا قدام الناس قدام العالم كلها امبارح في المؤتمر الصحفي. اقول لك بقى على حاجه، البعض من الناس
الناس شاف ان دي دموع التماسيح، لان هو فضل مصلحته الشخصيه والماديه وعمل الشويتين دول في المؤتمر الصحفي طبقا لمعتقداتهم ووجهه نظرهم. ما بقول لك طبعا ما فيش هيكون اتفاق على وجهه نظر معينه، ولكن السؤال بقى دلوقتي ماذا بعد؟ هل باريس سان جيرمان هيكون يعني المكان الافضل، خصوصا زي ما كنا بنقول لحضراتكم اكيد كلنا عارفين بيضم اسامي يعني عظيمه جدا، اشرف حكيمي، راموس، مبابي، يعني اسامي كتيره جدا وعظيمه. طيب هل اللي جاي هيكون نقله نوعيه لباريس سان جيرمان؟ احنا عارفين طبعا هو نادي كبير، ولكن هو ما بيحصلش يعني لم يحصل على الدوري الفتره الاخيره، لم يصل لنهائي دوري الابطال، فيعني هل هيكون في تغيير نقله نوعيه؟ ده بقى السؤال، او ده يعني اللي جاي بقى اللي احنا عايزين نعرفه. خلينا نروح نتابع جزء من المؤتمر الصحفي لان برده مهم جدا ونرجع نكمل. فيما ساقوله اليوم وفي الحقيقة أن فكرت في أشياء كثيرة. هذا الأمر صعب علي جدا بعد العديد من السنوات هنا. قضيت حياتي كلها هنا. أنا لست مستعدا لهذا على الإطلاق. وصدقا nonsense with the Borifax and everything. السنوات الماضية كانت سنوات. I was convinced I knew what I wanted to say. للجميع. But this year. كنت مقتنع أني سأوقع. كل سنة، لكن هذا العام الأمر مختلف. My family and I were convinced that we were going to stay here. هذا العام كانت عائلتي مقتنعة أننا سنبقى هنا. That's what we all wanted more than anything. وهذا هو موطننا. We'd always. لكن. Made this our own. We were at home. رغم أن هذا هو بيتنا ونعتبره كذلك. We thought we'd be staying here in Barcelona. وكنا نود أن نبقى هنا في برشلونة لوقت أطول ولسنوات أكثر. ولكن اليوم هو يجب أن أقول وداعا للجميع. بعدما قضيت سنوات كثيرة هنا، حياتي كلها منذ أن كنت أبلغ 13 من عمري، وبعد 21 عاما أنا أغادر الآن مع زوجتي ومع أطفالي الثلاثة الصغار. And I can't. Everything we've lived in this city, and I can't say that we won't come back because this is our home. عشنا في هذه المدينة ليس كعمل، ولكن كانت هذه المدينة موطننا. Just really grateful. أنا ممتن للجميع، ممتن لزملائي. Everything. ممتن لكل شيء. At the club, everyone that's been by my side. النادي وقف بجانبي كثيرا. All the people that there's so many people, even though some of us. وناس عديدين قدموا لي خدمات كثيرة هنا. This club. هذا النادي. So humble. Have so much respect. هذا النادي يمتاز بالتواضع والاحترام للجميع. هذا البيت، لا أقول النادي. For the look that I've had to live so many experiences here at this club. أنا تعلمت الكثير في حياتي هنا، وأخذت الكثير من الخبرات وأشياء كثيرة حدثت لي هنا، وكل هذه الأشياء علمتني كيف أنمو، كيف أكبر، كيف أتطور، وجعلت مني ما أنا عليه اليوم. يعني اللي حضراتكم تابعتوه معانا دلوقتي ده الجزء ده تحديدا، ده بعد ما كان يعني ايه ابتدى يبقى فيه كلام، لكن قبلها بشويه كان في فتره طويله جدا من الصمت والبكاء فقط لا غير من قبل ليو ميسي. تابع معاكم اللحظات دي للي منكم ما شافهاش امبارح. اتفضل.
marxa el propi Leo Messi vol dirigir-vos unes paraules i després començaríem amb aquest torn de preguntes que seria una per mitjà i amb el vostre nom i el mitjà el qual representeu i és bé recordar-vos que després de l'acte que l'acte de la premsa hauríeu d'abandonar. يعني زي ما انت كنت بتقول البعض بيشوف ان دي دموع تماسيح يعني انصح المصطلح لا انا ما اعتقدش خالص يعني ولا انا بس انا بقول لك ان للدرجات دي الناس مقسومه بس يعني لا بيبان يعني انا اعتقد ان هو موجوع فعلا بص هقول لك على حاجه مهما كان موجوع. طبعا يعني الانتماء بيبقى شيء بيأثر بشكل كبير جدا على اي حد لما تكون بتنتمي لمكان وبعدين ترحل عنه بعد كمان سنوات كتيره جدا وتاريخ طبعًا وكواليس طبعًا وغيره وغيره ده بيبقى صعب يعني عايز اقول لك يعني ملهاش علاقه بالتشبيه بس حتى لو اتنين عايشين مع بعض سنوات وبعدين انفصلوا ده بيبقى صعب حتى لو صحيح. انت واخد قرار صح هو ما بيبقاش سهل دي طبيعه بشر طبعًا. فطبيعي ان احنا نحس باللي هو حاسه او طبيعي ان احنا نصدق هذه المشاعر لان ده شيء اكيد طبيعي على الصعيد الثاني خلينا نروح بقى نشوف يعني الجمهور لان كان في تجمع لمئات ان لم يكن الاف من مشجعي يعني برشلونه زعلانين اكيد على ميسي ومحاوله كده لالقاء نظره كانوا عليه خلينا يعني واحنا مع حضراتكم كده بنشوف دلوقتي هذه المشاهد طبعا في حزن لما انت بيكون ليك بطل يا كريم او شخص انت بتحبه جدا تاخده مثل اعلى بتتابعه من وانت صغير يعني بغض النظر لكن لما بيرحل عن مكان برضو انت بتحبه وبتنتمي ليه وبتشجعه بتبقى صعبه يعني ده غير كمان غير اللي انت بتتكلمي عليه انا هوانت يعني غير النقطه دي ده راجل أدخل البهجة والسعادة على قلوب كل محبي وعشاق هذا الفريق سنين طويلة جداً ده نجم استثنائي على فكرة ده نفس الكلام حتى اللي قاله لابورتا يعني شخصياً هو بيتكلم برضو في الجزء المتعلق به في المؤتمر الصحفي قال إنه ده كان لاعب استثنائي وأدخل البهجة في قلوبنا سنين طويلة جداً وإن ما عداش على النادي عبر تاريخه حد بالبلدي كده بالكواليتي بتاعت ميسي طبعا انت متخيله حجم ذكرياته حد زي ميسي في برشلونه ممكن تبقى عامله ازاي فانا طبعا معاكي في التوري ان هو اكيد صدق في المشاعر هو انت يعني اهلاوي خلاص دي عارفينها مدريدي ولا برشلونه انا والله كنت بتارجح ما اخبيش عليكي يعني شويه كده شويه كده بس انا بروح يعني شويه اكتر تجاه برشلونه لان انا كريستيانو رونالدو بص عايز اقول لك على حاجه لعيب فز مفيش ذره شك انا بحب اكتر كريستيانو الصراحه ده حاجه مش طبيعيه ظاهره كونيه ماشيه على رجلين بس ايه حته يعني ايه شيء من الاحساس بالذات ده كان ايه بيقفلني شويه ميسي عنده بقى يعني ايه كاريزما عكسيه بحبوح وبسيط بالعكس على فكره اقول لك على حاجه بقى لو قارنت بين الاثنين كانسان انسانيا كريستيانو رونالدو احسن مليون مره مليون مره لا شفت فيديوهات كتير بالعكس بتنفي التهمه دي عن رونالدو انه فعلا عنده احساس جداً عالي جداً ومش مغرور زي ما الناس بتقول ابدا فلا يعني كاركتر وايز لا طبعا كريستيانو احسن زي ابراهيموفيتش مثلا عندي مشكله ابراهيموفيتش انا عارفه انا عندي مشكله فظيعه معايا انا هو فظيعه بكلمك جد فكره ان انت تبقي حاسه بنفسك لطيفه ثقه بالذات ماشي لكن لما تتعاملي من منطلقها انا احسن حد في الدنيا لا كتير وبعدين عنده كمان توجه كده ان هو ايه يسخف من اللي قدامه ويقلل من شان اللي قصاده دي حته بس ايه يعني ايه اللي عامله كده هي جزء من تركيبته ودي يعني المشكله طبعا هو الجو كده حر جدا بس يعني ايه نقدر نقول ان النهارده ارحم ولو سنه بسيطه الناس بتشوف ان دي بدايه انكسار لموجه حاره عدت علينا الاسبوع اللي فات الكلام ده صحيح ولا مش دقيق قوي ادينا هنعرف التفاصيل من دكتور محمود شاهين وهو مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه دكتور محمود صباح الفل على حضرتك اهلا بيك طبعا كل استاذ كريم اهلا بحضرتك وكل ساده المشاهدين اهلا بيكم يا فندم موجه وانكسرت ولا الموضوع ده مطول معانا لا الحمد لله انكسرت يعني احنا كلنا بدانا نحس حتى ان الجو اختلف شويه عن الاسبوع اللي فات حتى من امبارح على فكره ابتدى شويه الاحساس بالرطوبه كمان تحديدا يعني امبارح الجو كان معقول وبالليل كان الجو يعني كان في كمان هواء كده قلل شويه فعلا من احساسنا بارتفاع الرطوبه بالليل فيعني الموضوع فعلا زي ما توقعت الهيئه ان قلنا هيكون في انخفاض طفيف من درجتين لثلاث درجات بالفعل الموجه انكسرت والنهارده ان شاء الله كمان الجو افضل من امبارح بحوالي درجتين متوقع النهارده 37 على القاهره في الظل وبكره نفس الكلام برضه 37 حتى نهايه الاسبوع من 37 ل 38 ممكن تصل الى 39 برضه يعتبر كلها درجات حراره اقل من الاسبوع اللي فات من درجتين الى ثلاث درجات ممكن توصل لاربع درجات كمان في بعض المحافظات. تمام احنا برضه لسه ما وصلناش حتى لنص اغسطس فهل من المتوقع ان يعني في موجات جديده حاره برضه هنتعرض لها الفتره الجايه ولا ممكن نكمل بقيه الشهر على الدرجات اللي هي المعتاده في الوقت ده من السنه؟
يعني هو وفقا للتوقعات، وطبعا زي ما متفقين على قاعدة التنبؤ ان كل ما التنبؤ مدته تطول كل ما دقته بتقل، بس وفقا للتوقعات المبدئية ان شاء الله الاجواء هتكون افضل وتعود درجات الحرارة للمعدلات. يعني بمعنى اوضح للمواطنين وللمشاهدين هيك الاجواء افضل من الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات هو كان يعتبر في التوقعات اقوى درجات حرارة ممكن تحصل في اغسطس هذا العام. طيب طمنا على اسكندريه دكتور محمود، طبعا صباح الخير في البدايه، طمنا على اسكندريه، طمنا كده يعني على الساحل الشمالي، الناس بتسافر كتير الاماكن دي وفي ماتشات وغيره، فتفضل يا دكتور. طبعا فل استاذ نهاوند، احنا طبعا احنا بنقول ان الاجواء دي التحسن موجود في كل محافظات الجمهوريه، اسكندريه والسواحل الشماليه وهذه المناطق بتتمتع بجو ممتع خلال هذه الايام، درجه حراره من 32 ل 33 درجه، فدرجات حراره في المعدل الطبيعي بالنسبه للسواحل الشماليه. ارتفاع نسب الرطوبه طبيعي برضو لان احنا في شهر 8، ولكن برضو في نشاط رياح خاصه في اسكندريه والمناطق الغربيه السلوم ومطروح والعلمين، نشاط رياح بيقلل من ارتفاع نسب الرطوبه او احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه في فترات الليل، والجو بيبقى فعلا ممتع جدا في هذه المناطق، فهي تعتبر افضل مناطق في جمهوريه مصر العربيه من حيث انخفاض درجات الحراره واعتدال الجو هناك ان شاء الله. طب رائع جدا جدا، شكرا ليك دكتور محمود على هذه التفاصيل. طيب فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، اتفضل. رجعنا حضراتكم مره ثانيه، خلينا دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه. مراسلتنا العزيزه ساره حامد من فرع النادي الاهلي بس مش في الجزيره بقى، هي موجوده دلوقتي في مدينه نصر، وعايزين نعرف من سياده العميد احمد النحاس مدير فرع النادي الاهلي في مدينه نصر اخر المستجدات الخاصه بالتطوير هناك، هو هيكون معاها دلوقتي في اللقاء. يا ساره صباح الخير عليكي، وصبحينا على سياده العميد ايضا. صباح الخير، طبعا برحب بك يا نهاوند، واكيد برحب بك يا كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده جديد من 10 الصبح في الاهلي، ولكن فعلا زي ما انت قلت يا نهاوند النهارده هكون معاكم في اخبار النادي الاهلي، ولكن يعني من فرع النادي الاهلي بمدينه نصر هاخدكم في جوله سريعه حول كل الاخبار والامور طبعا المتعلقه بالنادي الاهلي وبالاخص هنا في فرع مدينه نصر. يمكن طبعا هيكون النهارده معانا لقاء مهم جدا مع سياده العميد احمد النحاس طبعا مدير فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، واللي هيكلمنا عن يعني كل التفاصيل وبشكل اكبر عن كل الانشاءات والتطورات الموجوده هنا في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. ولكن خليني قبل يعني ما اروح في لقاء مهم مع سياده العميد خليني اكلمكم واخدكم في جوله سريعه حول كل الاخبار يعني طبعا والامور المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر فيتسو موسيماني، ويعني خلاص يعني بعد مباراه طبعا سيراميكا كليوباترا واللي انتهت بفوز النادي الاهلي باربع اهداف مقابل لا شيء طبعا في المباراه اللي اقيمت يعني بين النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب استاد الاهلي والسلام. يمكن مستر فيتسو موسيماني قرر يعني بعد المباراه لاعبي النادي الاهلي يعني يكونوا في راحه سلبيه من التدريبات امبارح ويعودوا مره اخرى يستأنفوا تدريباتهم على ملعب مختار التتش النهارده ان شاء الله. يعني التجمع هيكون الساعه 4 والتدريب هيكون الساعه 5 على ملعب مختار التتش، وده هيكون في اطار استعدادات طبعا الفريق للمباراه القادمه واللي هتكون امام نادي الاسماعيلي يوم الاربعاء. يعني ان شاء الله المباراه هتقام في تمام الساعه 9 مساء على استاد القاهره طبعا في اطار منافسات الدوري الممتاز لكره القدم. خلينا دلوقتي بقى اروح يعني طبعا في هذه اللحظات لسياده العميد احمد النحاس طبعا مدير فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. يا سياده العميد طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وفي البدايه صباح الخير. صباح الخير استاذه سالا، صباح الخير استاذه نهاوند، استاذ كريم، صباح الخير قناه النادي الاهلي، مجموعه العمل المحترمه اللي احنا بنشرف بوجودها دايما جوه فروع النادي الاهلي ومقرات النادي الاهلي. سيادة العميد طبعا يمكن شفنا الفترة الماضية في طفرة إنشائية وتطورات يعني كبيرة جدا في كل فروع النادي الأهلي وبالأخص هنا في فرع مدينة نصر، يمكن طبعا أبرزها والأكثر يعني حاجة بتهم أعضاء النادي الأهلي وهي الجراج. يعني طبعا عايزين نعرف من حضرتك في البداية موعد افتتاح الجراج وطبعا اتكلمنا بالتفاصيل أكثر عنه. طبعا احنا الحمد لله بصفة عامة على مستوى فروع النادي الأهلي ومقرات النادي الأهلي في طفرة إنشائية، أعضاء النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي والمنتمين للنادي الأهلي بيشعروا بيها. يمكن حضرتك النهارده بتخص بالذكر وده شرف لينا فرع مدينه نصر. طبعا كان في برنامج محدد من مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب لتطوير بشكل عام على المستوى الانشائي سواء انشاءات جديده او رفع كفاءه الانشاءات اللي موجوده اوريدي في فروع ومقرات النادي الاهلي. يمكن الفتره اللي فاتت كلنا عشنا وسعدنا بتطورات انشائيه
كلنا في انتظار آخر الأحداث المفترض كل أعضاء النادي الأهلي على مستوى الفروع وعلى مستوى المقرات منتظرنا هو جراج النادي الأهلي. يمكن كان من حوالي يومين بالضبط شرفنا بزيارة كابتن محمود الخطيب المستمرة لمتابعة التطورات أول بأول الخاصة بجراج النادي الأهلي في حضور الأستاذ الدكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي، وكان في كافة الجهات المعنية سواء على المستوى الإنشائي أو المستوى الخدمي متواجدة في التوقيت ده للوقوف على كل التجهيزات النهائية اللي إن شاء الله بإذن الله هتبتدي تشارك في افتتاح جراج النادي الأهلي. يمكن حابب أن أنا أقول لحضرتك مشروع جراج النادي الأهلي هو مشروع بالنسبة لعضو النادي الأهلي ومجالس إدارات النادي الأهلي كان حلم بيتحقق من ضمن الأحلام الجميلة اللي احنا بنشوفها يوميا جوه منظومة النادي الأهلي. جراج على مساحة أكثر من 33 ألف متر مكعب، يمكن مساحة كبيرة جدا، ساعة استيعابية بتتراوح من 800 سيارة ل 1000 سيارة. فعلا كلنا بنفخر بحدث زي ده، خاصة من لو بصينا للموقع الاستراتيجي الخاص بفرع النادي الأهلي تحديدا مدينة نصر. يمكن التردد على فرع مدينة نصر بنفترض أنه هو من أكثر الفروع اللي بيتردد عليها عضو النادي الأهلي، أبناء النادي الأهلي، سواء على المستوى الاجتماعي أو المستوى الرياضي، قطاعات الناشئين والأكاديميات، أولياء الأمور، أبنائنا وأطفالنا من أعضاء النادي الأهلي يمكن ترددهم الأكثر على فرع مدينة نصر. فده إن شاء الله بإذن الله أعتقد أنه هيبقى تحول محترم وجذري في منظومة أندية النادي الأهلي. وخلينا نقول ونحدد ان التطور ده يمكن بيواكب التطور الانشائي الخاص اللي احنا بنشهده على مستوى جمهورية مصر العربية. هنخص بالذكر مناطق مدينة نصر ومحاور مدينة نصر ومناطق المحيطة. النهاردة احنا بنمر بفرع مدينة نصر من الخارج بنشوف مداخل النادي الأهلي، بوابات جديدة للنادي الأهلي، علامات النادي الأهلي ونسر النادي الأهلي، جراج النادي الأهلي مؤخراً يمكن هيبقى نقلة نوعية لعضو النادي الأهلي والقاطنين في مناطق مدينة نصر بشكل عام. سيادة العميد، يمكن انت تكلمت عن نقطة مهمة جدا طبعا ضمن كلام حضرتك، انه تكلمت على انه من ابرز الانشاءات والتطورات الموجودة في فرع النادي الأهلي مدينة نصر هي الاكاديميات. عايزين طبعا نتعرف مع حضرتك اكتر عن الاكاديميات، يعني تكلمنا بشكل اكبر عن الاكاديميات طبعا لاعضاء النادي الأهلي. طبعا احنا يمكن بنشرف بوجود النسبة الأكبر من أكاديميات النادي الأهلي سواء على مستوى اللعبات الجماعية أو اللعبات الفردية. يمكن احنا قلنا قبل كده ان احنا فرع النادي الأهلي مدينة نصر زي ما قلت لحضرتك في الأول في العملية الإنشائية بتنقسم لشقين، رفع كفاءة المناطق اللي موجودة في الفرع المقصود بيها سواء مباني اجتماعية أو ملاعب رياضية. يمكن كان مؤخرا من ضمن الإنشاءات المحترمة والتطورات الإنشائية اللي حصلت عندنا رفع كفاءة ملاعب أكاديمية كرة القدم اللي هي تقريبا بتقع على حوالي 20 ألف متر مكعب. النهاردة عندي المركز الرئيسي أو الملاعب الرئيسية لأكاديميات كرة القدم، المبنى الإداري الرئيسي، وده برضو من ضمن الإنشاءات الجديدة اللي احنا شرفنا بوجودها في خلال الفترة اللي فاتت، أكاديميات اللعبات الجماعية سواء السلة أو الباسكت أو كرة اليد، اللعبات الفردية بداية من الألعاب الماء بمختلف أنواعها، التنس الطاولة. يمكن النهاردة يعني حابب برضو في بدء الأمر أن احنا نهني منظومة النادي الأهلي الرياضية برئاسة كابتن رؤوف عبد القادر، لينا أبطال شرفونا في الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 وتحديدا في لعبة تنس الطاولة وأيضا في لعبة الكاراتيه. ده أكبر دليل أن منظومة النادي الأهلي تعتبر من أهم المؤسسات الرياضية اللي بتطلع الكوادر الرياضية سواء على المستوى الفني أو المستوى الإداري. النهاردة أنا ممكن التردد عندي في فرع مدينة نصر بيتراوح في فترات مواعيد التدريبات من 5000 ل10000 نسمة يوميا، مع اختلاف طبعا الألعاب وتردد الألعاب ومواعيد النشاط الرياضي بالنسبة لهم. فدي يمكن بنعتبرها مسؤولية احنا بنشرف بالإشراف عليها. منظومة نشاط رياضي محترمة جدا، عناصر إدارية وعناصر فنية بتتابع ده يوميا. أعتقد برضو لو رجعنا للجراج هيوفر كتير جدا من الجهد على أولياء الأمور
والمترددين علينا بالنسبة للأكاديميات وفرق الناشئين. يمكن أكاديمية كرة القدم زي ما حضرتك عارفة بتخدم المنتمين للنادي الأهلي إلى جانب أعضاء النادي الأهلي، بمعنى أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب مدي الفرصة لكل من هو عاشق للنادي الأهلي وعاشق للكيان أن هو يشارك بالفرصة أن هو يتواجد ضمن أكاديمية كرة القدم بالنادي الأهلي. أعتقد أن مشروع جراج مدينة نصر بشكل كبير جدا هيبقى مساعدة استراتيجية قوية جدا للفترة الجاية لكل من هو ينتمي لمنظومة النادي الأهلي. يمكن طبعا بنشوف هنا في فرع مدينة نصر التطور مستمر، يعني طبعا البوابتين البوابة الخلفية والبوابة الرئيسية، كمان يعني جدران النادي الأهلي، الجراج، الأكاديميات، كمان المنطقة الترفيهية. النادي الأهلي مستمر في التطوير هنا يا سيادة العميد طبعا في فرع النادي الأهلي مدينة نصر. عايزين طبعا نتكلم على التطوير الفترة القادمة إن شاء الله في فرع مدينة نصر، يعني اتكلمنا على التطوير الفترة اللي جاية. طبعا زي ما قلت لحضرتك النادي الأهلي وتحديدا فرع مدينة نصر بيواكب التطور المشهود بالنسبة للقيادة السياسية المصرية في الفترة اللي فاتت. الموقع الاستراتيجي لفرع مدينة نصر مؤدي لمناطق حيوية جدا جوه جمهورية مصر العربية، لو قلنا مطار القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، كل المناطق المستحدثة اللي شرفنا بوجودها كمواطنين مصريين وبنسعد يوميا بالتطورات المستديمة اللي احنا بنشوفها. كان في حرص شديد جدا من مجلس الإدارة وكابتن محمود الخطيب ان احنا نواكب هذا الحدث ونبقى على قدر وحجم دورنا المجتمعي اللي احنا بنمثله قدام الشعب المصري بصفة عامة وكل من هو ينتمي للمؤسسات الرياضية او النشاط الرياضي بصفة خاصة. لو ابتدينا سريعا كده، احنا الحمد لله شرفنا ببوابتين على اعلى مستوى. يمكن يا استاذة سلا انا بيجي لي منتمين وعشاق للنادي الاهلي لمجرد ان هم يشوفوا نسر النادي الاهلي، يتصوروا مع النادي الاهلي، يبقوا جنب الكيان وفي حضن الكيان. النهارده زي ما حضرتك عارفه كان قرار محترم جدا من مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود والاداره التنفيذيه الدكتور سعد شلبي ان كاس افريقيا او البطوله العاشره ان احنا بنسعد بيها اليومين دول تلف على كل فروع النادي الاهلي، مقرات النادي الاهلي. ده احساس بعضو النادي الاهلي، احساس بالمنتمي للنادي الاهلي. كان ليه مردود السحر والمردود الايجابي على كل من هو ينتمي للنادي الاهلي. بوابه اللي هي البوابه الرئيسيه والبوابه الخلفيه، مبنى جديد لجلسات العلاج الطبيعي الخاصه بعضو النادي الاهلي، وده يمكن ما كانش متوفر وما كانش موجود، باسعار طبعا لا تقارن باي مراكز طبيه للعلاج الطبيعي الخارجي. منطقه مطاعم على اعلى مستوى، مجهزه باعلى الامكانيات، الامكانيات اللوجستيه اللي تقدر تخدم او تبقى سبورت بشكل او باخر لكل من هو يسعى للاستثمار داخل النادي الاهلي. منطقه ترفيهيه اعتقد اللي هي بنقول عليها مجمع حمام السباحه الجديد، اعتقد ان هو نموذج منفرد مش موجود في اي نادي على مستوى مصر او على مستوى القطر العربي والافريقي. امواج صناعيه، يمكن اعضاء النادي الاهلي وزائرين النادي الاهلي من ضيوف اعضاء النادي الاهلي بيبدوا الاستحسان للمواقع الجميله المحترمه دي اللي نادرا لما بيشوفوها في اي مؤسسه رياضيه. احنا دلوقتي الحمد لله موفرنا للمواطن المصري اللي هو عضو النادي الاهلي ان هو يبقى متواجد في مكان محترم، ابنه بيمارس الرياضه وهو بيستمتع بيومه، كل الامكانيات على مستوى المستوى الخدمي جوه النادي متوفره. النهارده انا عندي فرع مدينه نصر فوق ال 52 منفذ في مجال الاغذيه والمشروبات. ليه العدد ده كبير جدا؟ اولا مساحه الفرع تستدعي ده، 53 فدان ومساحه مش صغيره. بنخاطب كل شرائح المجتمع المصري، بنخاطب كل المستويات على المستوى الدخل بالنسبه لعضو النادي الاهلي والزائر للنادي الاهلي. رفع كفاءه كل الملاعب الرياضيه في الفتره الاخيره، زي ما حضرتك عارفه احنا بنشرف كنادي اهلي بالاتحادات الرياضيه دايما بتبقى حريصه ان المنافسات الرسميه بتتم جوه منظومة النادي الأهلي. فطبعا عملنا رفع كفاءة كامل لملاعب كرة اليد وكرة السلة وكرة الطايرة، صالة تنس الطاولة، حمامات السباحة. قدرنا مع فتح مجمع حمام السباحة الجديدة أو المنطقة الترفيهية أن احنا نوجد لأبناء النادي الأهلي من الأكاديميات فرصة أكتر أن احنا نفتح فصول جديدة، يبقى في مجال لتدريبات أعداد أكبر جوه النادي.
عندي ملاعب التنس الأرضي بتشهد طفرة محترمة جدا، فوق التسع ملاعب بتخدم أكاديميات التنس وفرق التنس ورواد التنس الأرضي. فيمكن أنا سريعا كده عشان ما أطولش على حضرتك، دي بشكل عام الإنشاءات الجديدة اللي احنا شرفنا بيها، وأعتقد في الفترة الجاية مع استكمال الجراج هنكون كده إن شاء الله بإذن الله يعني بنسبة كبيرة جدا. تم تحقيق أكتر من 95% من البرنامج الانتخابي اللي الكابتن محمود الخطيب ومجلسه المحترم وعد بيه، ضمن بآلية محترمة لتوقيتات محترمة، وضع استراتيجيات على أعلى مستوى محددة الأوقات. أعتقد الحمد لله كل التطور ده بيخلينا كلنا كأعضاء وكأدارة تنفيذية وكعاملين وكمشرفين داخل المنظومة بنشرف بهذا الكيان، بنشرف بإدارته، بنشرف بالاستراتيجيات اللي هي مثل وقدوة لناس كتير قوي. أكيد طبعا بشكر حضرتك يا سيادة العميد، طبعا أحمد النحاس مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، وأكيد يعني بتمنى لحضرتك التوفيق إن شاء الله. يا فندم شكرا لحضرتك أستاذ السلا، شكرا للأستاذ كريم، أستاذ نهواند، ويا رب تشرفونا كده على طول وتنورونا. وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الميلاد الهجري، ويا رب تكون سنة سعيدة علينا وعلى الأمة الإسلامية وأمة مصر جميعا بإذن الله. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا. يمكن ده طبعا كان لقاءنا مع سيادة العميد أحمد النحاس مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، من هنا من فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، طبعا اللي كلمنا عن يعني الطفرة الإنشائية والتطورات اللي موجودة هنا في الفرع. والآن العودة مرة أخرى للاستوديو، يتكلم ليكي طبعا يا نهاوند، تفضلي. احنا بنشكرك، وكمان بنشكر سيادة العميد المحترم أحمد النحاس على هذه التغطية الرائعة حقيقي منه، وإن شاء الله يعني قولي له إن احنا هنيجي نزوره في فرع مدينة نصر، بقالنا كتير نفسنا نيجي، بس إن شاء الله نيجي قريب ونشوف بعيننا ونصور ويعني ونعمل لايف ونوري الناس قد إيه في تطوير بيحصل فعلا على الأرض. شكرا ليكي جدا يا سعد. نروح بقى مع حضراتكم على مقر موقع يلا كورة مع زميلتنا العزيزة روزان نصر اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع. والجدير بذكر أن هيكون لها لقاء مع الأستاذ أيمن جلبرتو مدير تحرير موقع يلا كورة. صباح الفل عليك وصباح الفل على ضيفك العزيز، وتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. نروح لعناوين أخبارنا اليومية، وهنبدأ بخبر من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي واللي حطت صورة لحسين الشحات وكتبت عليها نسر شهر يوليو. من موقع اليوم السابع، منتخب مصر يبدأ معسكره بالإسكندرية 28 أغسطس استعدادا لمباراتي أنجولا والجابون. من جريدة الشرق الأوسط، أولمبياد طوكيو يختتم منافساته وحصيلة العرب 18 ميدالية متنوعة. ومن جريدة رياضية طوكيو 2020، ديجوفيتش يخرج بشكل درامي وأسطورة الجمباز تنهار. هيكلمنا طبعا في تفاصيل كل الأخبار دي مدير التحرير بموقع يلا كورة أيمن جلبرتو، برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. في البداية خليني أبدأ معاك بصورة حسين الشحات اللي كانت على الصفحة الرسمية، عايز أعرف تقييمك لحسين الشحات الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي. طبعا أهلا بيكم قناة النادي الأهلي، وصباح الخير لكريم ونهواند. طبعا حسين الشحات المباريات الأخيرة بيقدم مستوى مميز جدا، في تطور في مستواه، يعني الجماهير بدأت تشعر ان ده حسين الشحات اللي كان بيقدم مستويات كبيرة في العين الإماراتي وحتى وقت مصر المقصة. تطور حسين الشحات او ان هو يستعيد جزء كبير من مستواه ده بيفيد النادي الأهلي بشكل كبير في المباريات اللي جاية. حسين الشحات كان في شهر يوليو شفناه بيسجل في اكتر من مناسبة، وكمان بيصنع اكتر من هدف وبيساهم فيهم، فده حاجة جميلة جدا لحسين الشحات. حسين الشحات لسه عنده أفضل من كده، وجمهور النادي الأهلي مستني من حسين الشحات ما هو أفضل، وبنتمنى له التوفيق، وبالفعل هو يستحق أنه يكون نسر شهر يوليو في النادي الأهلي. يعني إزاي هتستعد مصر لمرحلة جديدة بعد التأهل لأمم أفريقيا من خلال تصفيات كأس العالم؟ طبعا خلاص كابتن حسام البدري قفل صفحة أمم أفريقيا، مصر تأهلت وبتستنى القرعة اللي هي إن شاء الله هتكون يوم 17 أغسطس عشان نعرف مصر هتبقى فين في كأس الأمم الأفريقية المقبلة المجموعة بتاعتها. طبعا
تصفيات كاس العالم بشكلها اللي هو المختلف. المجموعه هيتاهل المتصدر، بعد كده نلعب مباراه ذهاب واياب عشان نعرف مين اللي هيتاهل لكاس العالم، مرحله جديده. يمكن انجولا والجابون منتخبات من المفترض ان هم بعيد عن مصر في كل حاجه، يعني تصنيفيا وحتى في المستوى. منتخب مصر عنده قائمه كبيره جدا، لعيبه محترفه، معاك محمد صلاح، غير لعيبه النادي الاهلي، لعيبه نادي الزمالك، يعني قائمه فيها نجوم كبار جدا. من المفترض ان تكون المجموعه في المتناول ان شاء الله. الاستعداد طبعا هيكون البدايه بمعسكر للاعبين المحليين او اللي متواجدين في الدوري، بعد كده التوقف طبعا الدولي رسميا هيكون يوم 30، يكون المحترفين موجودين، وان شاء الله ربنا يوفق منتخب مصر في مباراه انجولا وبعد كده مباراه الجابون، يبقوا 6 نقاط يسهلوا الامور في التصفيات. يعني ايه رايك في المشاركه العربيه والمصريه تحديدا في اولمبياد طوكيو؟ طبعا هنتكلم في طوكيو، كان في ميداليات عربيه ويعني مشاركه مميزه جدا. الحمد لله نقول ان مصر الختام كان مسك بالميداليه الذهبيه لفريال اشرف الكاراتيه، وكان قبليها جيانا فاروق بطله النادي الاهلي، وكمان احمد الجندي اللي عمل مفاجاه وقدر ان هو ياخد الميداليه الفضيه في الخماسي الحديث، وهي مش بس مفاجاه، لا ده حاجه تاريخيه بالنسبه له كاول لاعب افريقي يجيب ميداليه في لعبه صعبه زي الخماسي. 6 ميداليات مصريه في المركز الثاني عربيا بعد طبعا قطر، ان هي معاها ميداليتين ذهب، غير ان تونس جابت ذهب، المغرب ذهب، في السعوديه جابت ميداليه فضيه، يعني كانت مشاركه مميزه، بنتكلم تقريبا حوالي 18 ميداليه. نتمنى بقى ان شاء الله ان الدول العربيه بشكل عام ومصر طبعا بشكل خاص يبقى في تحضير اقوى وابرز عشان خاطر اولمبياد باريس. خلاص بنتكلم في 3 سنين او اقل كمان من 3 سنين عشان اولمبياد 2024 في باريس، ويكون في مزيد من الميداليات الذهب بقى ان شاء الله للعرب. يعني عايز اعرف رايك بشكل عام في اداء ديوكوفيتش. يمكن الناس طبعا اللي بتحب التنس او بتتابع التنس كله كان اتفاجئ ان ديوكوفيتش يعني ولا ميداليه في الاولمبياد. قد يكون في يعني مستوى او حاجه اجهاديه، انا للامانه من الناس اللي مش بتتابع التنس قوي يعني، ولكن كانت هي مفاجاه بالطبع ان هو يخرج من غير اي ميداليه. نتمنى له التوفيق في القادم المنافسات، لانه من اللعيبه اللي في التنس المميزه واصحاب ارقام وريكوردز، ويعني ولاعيب ممتع. يعني الناس اللي بتتفرج على التنس انا بتابع ردود الافعال، هو من اللعيبه الممتعه يعني، فبنتمنى له التوفيق. بشكرك جدا ايمن جلبرتو مدير التحرير بموقع يلا كوره. دي كانت كل الاخبار هنا من موقع يلا كوره، بشكركم جدا وعوده للاستوديو مره ثانيه. احنا بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه روزان، وطبعا تحياتنا مره ثانيه لضيفك الاستاذ ايمن جلبرتو، ولسه مكملين مع حضراتكم سلسله اخبار من الصحفيين الرياضيين المتميزين حقيقي جدا جدا استاذ ايمن جلبرتو. جدا جدا. نروح بقى لحفل ختام دوره العاب طوكيو 2020 الاولمبيه اللي اضاءت الالعاب الناريه سماء زي ما بيتقال كده العاصمه اليابانيه، كان شكلها حلو جدا بصراحه، بس للاسف الشديد غاب المشجعين طبعا في اطار الاحتياطات المتابعه للوقايه من فيروس كورونا. خلينا نروح نتابع. اللقطة الحلوة يعني امبارح بطلتنا المصرية جيانا فاروق لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر في الكاراتيه والمتوجة ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020، هي اللي رفعت العلم المصري في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية، طبعا بحضور عدد كبير جدا من الأبطال المشاركين في هذه الأولمبياد. من ناحية تانية بكرة إن شاء الله يوم الثلاث البعثة وأبطالنا هيوصلوا للقاهرة إن شاء الله سالمين غانمين في تمام الساعة 11 صباحا،
وطبعا هيكون في الاستقبال لفيف من الشخصيات الرياضيه ورؤساء الاتحادات المعنيه وممثلي الانديه. وبرضه عايزين نقول لحضراتكم ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب قرر تفويض الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الاداره لحضور مراسم استقبال البطله الاولمبيه جيانا فاروق ابنه النادي الاهلي والحائزه على الميداليه البرونزيه في اولمبياد طوكيو 2020. طيب خلينا نستكمل برضو هذا الخبر. مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب هيبحث في اجتماعه غدا تفاصيل تكريم جيانا فاروق ودكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي. قال إن المجلس أو مجلس الإدارة لن يبخل على أبنائه المخلصين اللي بيرفعوا راية مصر في المحافل الدولية، وفي المقدمة جيانا فاروق بطلة الكاراتيه وابنة النادي. وإن الكابتن محمود الخطيب بيولي هذا الأمر اهتماما كبيرا، خاصة إن جيانا فاروق بطلة أولمبية تستحق كل التكريم. ده هيرجع تاني للشق المعنوي اللي احنا كنا بنتكلم عنه واللي هو اكيد في غايه الاهميه. انا بس قبل ما نروح ونترك الاولمبياد، لان في خبر غريب جدا بقى في انا قبل ما اقوله بقى لا حكايه غريبه، وربما على فكره الموضوع يعني العنوان بتاعه يكون بيضحك بس التفاصيل ربما تكون عنصريه شويه. خليني اقرا مع حضراتكم هذا الخبر. في اتهام كان لعداءة إفريقية كانت مشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، اتهموها بإيه بقى؟ مش مثلا بأن هي عملت سكور غلط أو أن هي كسبت بطريقة مش يعني فيها نوع من الفيرنس، يعني لا، هي اتهموها أن هي راجل. دي حاجة كانت غريبة جدا. يعني خليني أبدأ لما حضراتكم كده القصة من الأول. بيتكلم إن الضجة دي بدأت بعد رفض العداء البولندي، هو اسمه مارسيل، بطل أوروبا، الاعتراف بفوز العداءة الإفريقية كريستن بالميدالية الفضية في الأولمبياد، مطالبا هنا بضرورة توضيح جنسها والتأكد من إنها امرأة فعليا وليست رجل. هي صورتها زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشة. أعتقد إن هي يعني سؤال غريب جدا أو يعني حاجة غريبة قوي أصلا إن هو يتكلم بهذا الشكل، بنت، وبعدين يعني ايه اصلا حد يكون مشارك في اولمبياد بطل اخر يطالب ان هو يتم الكشف عليه والتاكد من جنسه؟ يعني حاجه شويه غريبه. علشان كده انا هروح مع حضراتكم نتيجه هذه التصريحات. هي اثارت ضجه كبيره جدا ووصفها كتير جدا من الناس بان هي تصريحات عنصريه، ويعني وطالب عدد كبير كمان من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ان هو يعتذر ليهم، هذا العداء ان هو يعتذر للناس ويعتذر للبطله الافريقيه على هذه التصريحات اللي وصفوها بالعنصريه. فحاجه غريبه شويتين، مش شويه يعني فصح كتير، شويه كتير الحقيقه. ان هو قال لك يعني ست، انا مش شايف ايتها ست، هو ده اللي عمله بالبلد. والله بكلمك بامانه. وبعدين هو وجهه نظره كانت مستنده على ايه؟ وما اعرفش جاب الكلام ده منين. انت بتجيب حته من فيلم فتافيت السكر. انا مش شايف ايتها ست. المهم هو بيقول لك ان نسبه هرمون الذكوره عندها ثلاث اضعاف المعدل الطبيعي اللي لازم تكون موجود عند اي سيده، فبالتالي هي عندها هو اصلا ماله هو يعني. عارف منين بقى ان ثلاث اضعاف واربع اضعاف والحاجات دي؟ لا حاجه غريبه جدا بصراحه. وهو برضو اعتراضه ان هي تفوز بالبرونزيه الميداليه العفو الفضيه، يعني برضو هو ايه اللي مضايقه في حاجه زي كده؟ حاجه غريبه بصراحه، كان لازم ان احنا نتحدث عنها لان هي اثارت جدل كبير جدا على السوشيال ميديا. ف طيب عموما احنا هنروح برضو مع حضراتكم دلوقتي لايقونه النهارده. في حلقه النهارده اتكلمنا عن مجموعه ايقونات رونالدو على ميسي الى اخره. هنتكلم بقى دلوقتي معاكم عن ايقونه التنس السويسري روجر فيدرر اللي احتفل بالامس بعيد ميلاده الأربعين. طبعا هذا اللاعب له تاريخ وسجل كبير جدا جدا جدا، بيضم 20 لقب في البطولات الكبرى ومجموع 103 لقب في مسيرته الاحترافية، وطبعا اعتلى صدارة التصنيف العالمي لمدة 310 أسبوع. طبعا كل ده إلى جانب الفوز بجوائز مالية تفوق 130 مليون دولار. أما عشاق فيدرر احتفلوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأعربوا عن حبهم لي وأمنياتهم لنجمهم المفضل وأملهم في حياة عملية طويلة تؤمن المزيد من المتعة في المنافسة مع النجمين رافائيل نادال ونوفاك جوكوفيتش. أصبحوا هم الثلاثي بيشكلوا
حاله من المتعه في عالم التنس. اسماء عظيمه وكبيره جدا ومحترفه اكيد طبعًا. في عالم التنس. خلينا بقى نروح للفيديو جراف ده ومنه هنطلع مع حضراتكم على فاصل، وهو بيتكلم عن فصل الصيف ان هو بيكون في اقبال على الفاكهه بشكل كبير جدا، ولكن احنا الفيديو جراف ده تحديدا هيتكلم عن البطيخ. يعني بنسمع كتير جدا الناس بتتكلم ان هو مهم قوي للجسم وللصحه علشان بيزود الجسم بالميه، وفي الصيف تحديدا الجسم بيبقى محتاج يعني ميه. دي حاجه من الحاجات بس لسه في فوائد تانيه كتيره. خلينا نروح نتابع وفاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده الى 10 الصبح في الاهلي، وهنتكلم معاكم من خلال هذه الفقره عن بطله من بطلات النادي الاهلي في العاب القوى وتحديدا في رمي الرمح. بطله حققت كثير من البطولات والانجازات رغم صغر سنها، وحصلت على الميداليه البرونزيه افريقيا تحت 18 سنه، والبطوله العربيه الميداليه الذهبيه تحت سن 18 سنه، ومؤهله للسفر والمشاركه في البطوله العربيه والافريقيه تحت 20 سنه. وإن شاء الله هنسمع عنها كل خير الفترات القادمة. منورانا شاهيناز السيد وفقي لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر في ألعاب القوة. صباح الفل يا شاهيناز، منورانا. أهلا بيكي. ربنا يخليك. أهلا بيكي. واسمك حلو قوي، بحب الأسماء الغريبة عشان اسمي غريب أصلا بس اسمك حلو. خلينا نبدأ معاكي شاهيناز من البداية، يعني برضو ألعاب القوة مؤخرا بقت السيدات فيها أو الفتيات يعني بيحبوا إن هم يمارسوها، مش بقت حاجة غريبة زي الأول، ففي ثقافة واضح إن هي اتغيرت بشكل كبير جدا، وأنت اخترتي الرمح برضو، فممكن نتكلم عن البداية بتاعتك؟ هو أنا ما اخترتش اللعبة، هي اللي اختارتني، عشان انا ده. اصلا لعبت هاند بول، كنت باك ليفت قوي، فالكابتن جه قال انا عايز يعني عاملين اختبارات وتيجي اختبرك وكده، فروحت الحمد لله يعني اتقبلت في الاختبارات، والحمد لله دخلت اول بطوله دخلتها عملت مركز ثالث، وكنت قبلها مشاركه في بطولات المدارس وعامله مركز اول، فكانت اللعبه صراحه حبيتها جدا وانبسطت جدا يعني ان انا نجحت فيها، وكنت عند حسن ظن الكابتن. بس ده هاندبول؟ انا كنت لعبت هاندبول. وبعدين رحت رمي رمح. اوكي، بس يعني انا مش انت فاهم يعني، لا انا يعني ما كملتش في الهاندبول. يعني عملتي فيها برضو رانكينجز كويسه، او يعني حققتي فيها حاجات كويسه وبعدين اتنقلتي. ايوه انا بلعب هاندبول، كنت بلعب هاندبول وانا عندي 4 سنين، كنت بدات في الزمالك ورحت الاهلي، تمام. وصلت للمنتخب وحصلت مشاكل ان كان في سفر هنا، فسافرت الالعاب القوة. أوكي. بعد ما دخلت فيها وخدت تالت افريقيا وخدت اول عرب في نفس السنه اللي بطلت فيها هاندبول. بس واضح ان انت فعلا اكيد مميزه من يومك فيها، لان انت كنت في المنتخب الاول كمان تحت سن 12 ثم 14 16 18، فالاستمراريه دي اكيد ما جاتش من فراغ. عملتي ايه عشان تحافظي على المستوى ده وعشان تحافظي على هذا الكم من البطولات اللي انت بتحققيها؟ كنت بركز في التمرين قوي واتفرج على فيديوز ان انا احسن التكنيك بتاعي، مش كله قوه، بشوف السرعه، اركز على التكنيك، اركز على لياقه جسمي، احافظ على الحاجات اللي مميزه فيا، بتجنب طبعا اي عاده غلط يعني ممكن اعملها تبوظ ده، فده يعني اللي كان بيساعدني على ان انا ايه احافظ على مستوايا واكمل. بلس فترات الاعداد اللي كانت يعني بتاهلنا للبطولات بشكل جيد جدا صراحه يعني، والكابتن يعني ليه كامل الشكر على الكلام ده صراحه.
اشرحي لنا اكتر عن رامي الرمح، يعني خلينا نفهم اكتر، مش كل الناس تبقى فاهمه الفكره، وهل دي رياضه وهل بيتم ليها فتنس معين واستعدادات معينه، يعني خلينا نفهم منك اكتر. اشرح اللعبه؟ يعني اشرح لنا. طبعا كل ما يختص باللعبه اكيد. يعني هي الفتنس بتاعها زي اي فتنس، بس الفكره نفسها بتبقى في التكنيك بتاع الرمي. ليه حركات معينه، لكن فتنس واحد، والاحمال للالعاب الكو كلها بتبقى واحده مع اختلاف الاوزان. هي ملهاش حاجه معينه غير بس التكنيك بس الرمح نفسه ليه اوزان مختلفه ولا هو بيبقى وزنه ثابت؟ الرمح ليه اوزان مختلفه، يعني الصغيرين مثلا من سن 12 ل 14 لحد 16 كمان 400 جرام. لكن المنافسات كل بيتنافس بنفس الوزن ده اللي عايز اقول؟ لا كله حسب الاعمار، يعني كل فئه عمريه قصدي بتتنافس بنفس الوزن. صح كده؟ اوكي. كل فئه عمريه وليها وزنها. التكنيك بيفرق كمان في طول الرميه، ولا انا كنت معتقد ان زي الجله كده معتمده بالكامل على فكره القوه، لكن لا، انت قلتي كلمه تكنيك اكتر من مره. التكنيك يفرق في مسافات، يعني مش اي حد يعرف يمشي رمح. انا ممكن ارمي قوه بس ارقامي ما تجيبش، لكن انا ارمي اهم حاجه في الرمح التكنيك والسرعه. سرعه الجسم والجسم. تقصدي ايه بقى امشي الرمح؟ امشي؟ انت قلتي كلمه انا سمعت كده مع نفسي، وانا ساعات بيجي لي تهيؤات على فكره، ما تستغربيش، دي حالات يعني بتحصل احيانا. انت قلت؟ لا انا سمعتها برضه كده. صح؟ طب أوكي. عيديها تاني عشان بقول ان لا، يعني فكره الرميه نفسها التكنيك اللي فيها بيبقى معتمد على إيه؟ على ايه بالظبط؟ حركه الجسد، تدويره الايد، رميه الكتف لورا عشان يبقى عندك عزم وقوه تحذفي بيه الرمح. هي الاساس في الرمي عامه سرعه الجزع والرجل والدراع بعدها، يعني جزع بعد كده الدراع. فده اللي بيساعد في السرعه، وبيساعد ان احنا كمان المسافات تبقى احسن. قوة بلس سرعة، مش قوة بس. طب انت قلتي الرياضة هي اللي اختارتك برضه، انا عايزة البداية اتكلم معاكي فيها، ليه كنتي محققة نجاح في الهاندبول برضه وبعدين تروحي رياضة تانية؟ ايه اللي خلاكي تحبي كده؟ يعني شفت ان انا يعني هأثر، شفت ان انا في الرمح ان انا هوصل اسرع، يعني فضلت 12 سنة بلعب هاندبول عشان اوصل منتخب. انا الرمح ارقام وتاهيل على طول. أوكي. دخلت منتخب. انت كنت عايزه ده يعني؟ انا يعني الكارير بتاعي اسرع في الرمح، كنت هاثر فيه لو كنت فضلت في الهاند، بس انا كنت بمارسهم مع بعض يعني سنتين، حسيت ان انا اثرت في الرمح وارقامي ابتدت تقل، فقلت لا انا لازم اركز. كان في تاهيل لبطولات ثانيه دوليه، فكانت محتاجه ده. وهتكملي برضو، يعني خلينا برضو نعرف منك ايه الستبس اللي جايه. هكمل في الرمح، ويعني انا حلمي صراحه انا اسافر اولمبياد باريس 2024. ايوه بقى، احنا عايزين الكلام ده من دلوقتي. برافو عليك. هو ده فيعني ده حلمي واللي انا نفسي اوصله بجد، ده بجانب يعني البطولات اللي جايه قبلها، افريقيا 20، عرب، عالم 20 السنه الجايه غير السنه دي. فيعني اتمنى، يعني انا حلمي ميداليه ان شاء الله. طبعا المنافسات الافريقيه اكيد بقى بتتنافسي مع لاعبات من دول كتير، ممكن تلاقي منهم بطلات للعالم، فالمنافسه كانت عامله ازاي افريقيا؟ هي كانت منافسه قويه قوي، ان احنا كمان كانت اول حاجه، يعني كان اول توتر لبطوله بره مصر، وكان في كذا ظروف، يعني ظروف جو وحاجات مش واخدين عليها. كانت فين البطوله دي؟ في ابيدجان. اوكي. فظروف جو واكل وحاجات ما كانتش بتساعدنا خالص صراحه ان احنا حتى نتمرن، ما كانش فيه تمرين. فيعني كانت منافسه قويه، واحنا اتفاجئنا، ما انكرش ان احنا اتفاجئنا بالارقام، رقم اللي عملت اول ورقم اللي عملت تاني، ان احنا ما كناش متوقعين ده خالص، بس يعني الحمد لله بناخد خبره اكيد. طيب لو ربطت كلامك ده بقى بفكره هنا ان شاء الله باريس 2024، وانا عايز من دلوقتي ابتدي اشتغل، سواء انا بطل رياضي او انا كمؤسسه اداريه، انا عايزه اجهز الابطال بتوعي واللعيبه بتوعي في كل رياضه، في كل لعبه، ان هم في باريس 24 احنا خدنا الحمد لله في طوكيو 6، ناخد بقى اكتر 12 او 24، الله اعلم على قد ما نقدر، ربنا اكيد يوفقنا. بس انت اكيد بيبقى في حاجات عايزه تغيريها، حاجات عايزه تحسنيها، حاجات محتاجاها، فخلينا نعرف منك كبطله رياضيه وعندك طموح يعني ترفعي اسم مصر كمان في باريس 2024، ايه اللي بينقصك، ايه اللي محتاجاه، ايه اللي عايزه تحسنيه عندك في الاداء، علشان بعد كده نقول ان احنا لا نقل ان احنا ننافس دول كبرى وبتحصل على ميداليات كثيره جدا. يعني احنا محتاجين دعم نفسي ودعم مادي، محتاجين معسكرات تأهلنا. ده كلام مهم. ده جدا. نكون يعني نكون جديرين فعلا ان احنا نشارك في البطوله ونحقق ميداليات اكتر.
محتاجين طبعا كل لاعب يحسن التكنيك بتاعه ويتفرج على اللعبة اكتر ويتوسع بشكل اكتر فيها ان هو يحسن مستواه ويحسن ارقامه. ده مش هيحصل لوحده، احنا محتاجين المعسكرات والدعم المادي والنفسي والمعنوي. بنسبة كام في المية ده محقق دلوقتي لو سألتك؟ يعني 30%. يا 30% ده قليل، فرق كبير فعلا. طبعا بس تهيألي الفرق ده لو تعوض اكيد هينتج عنه في حاجات احسن كتير. طب احنا عموما بعيدا بقى عن حته الامكانيات وجود رعاه من عدمه واهتمام الوزاره والى يعني بعيدا عن التفصيله دي، اللاعبات المصريات في العاب القوه عموما مش بس بكلمك على الرمح، بالمقارنه باللاعبات العالميات تاني بعيدا عن الامكانيات، هل في فروقات؟ ايه بقى فروقات كبيره يعني؟ زي ايه؟ مثلا نظام التمرين بتاعهم مختلف عننا تماما، فده بيساعدهم هم يحققوا ارقام اعلى. مختلف في ايه يعني؟ ممكن في امكانيات الاجهزه اللي عندهم مثلا، او فيهم هم كفكر يعني، هم مهتمين جدا بالرياضه ومهتمين بتحسين ارقامهم. احنا اوقات لا حصل دروب بنبطل، بلس ان في حاجات دعمهم اكيد ليهم دعم مادي وليهم نفسي اكتر، كل ده بتساعدهم ان هم يحققوا ارقام اعلى. بس مفيش فرق كبير، احنا مفيش حاجه مستحيله، بس ايه في اسباب بتساعد على ده اكيد. احنا يمكن عندنا الخامه وربما تكون افضل، ولكن ينقصها الدعم اللي بيحصل عليه يعني لاعب اخر. دي نقطه فعلا، لان انت لما تيجي تتكلم بجد يعني عندك ربع فعلا الاهتمام والدعم وبتاخد بطولات والحمد لله وصل ذهبيه كمان، فيعني الخامه عندنا كويسه جدا. بس زي ما السيد الرئيس قال احنا اكيد بنامل ان كمان يبقى في تحسن اكبر في هذه المنظومه. عشان كده انا سالتك، لان انا حريصه ان صوتكم يوصل، يعني صوتكم يوصل لاي مسؤول في فكره هنا لا اللعبه دي محتاجه دعم، اللعبه دي محتاجه كذا، اللعبه عشان يتم يعني فاهمة الحصول على كل اللي انتوا بتحتاجوه، عشان عايزين بقى يعني ميداليات اكتر 2024 ان شاء الله. بس هنا يهتموا بالفروع كلها بتاعت العاب القوه، مش فرع معين بدون ذكر اي طبعا فرع. طبعا لا انا متفق معاك، اللي هو في حرفين في يعني في العاب في العاب القوه لحد دلوقتي مش معروف فيها مين الناس موجوده. تمام، ان شاء الله موفقه، وان شاء الله ربنا يعني يحيينا كده ونرجع نتقابل معاكي بعد بقى دوره باريس 2024 وانت قاعده منوره الدنيا كده بالميداليه ده يا رب باذن الله. بفتكر انك كنت معانا. انا عارفه طبعا انت حصلتي على كذا ميداليه قبل كده. انا اصلا كنت جايباها. طب ما اخدتيهاش على الهوا ليه معانا؟ كنا نوريها. ماشي، المره الجايه بقى اللقاء الجاي ان شاء الله. نورت الدنيا. نورت شيناس، ميرسي جدا. فاصل سريع هنرجع مع حضراتكم الفقره الاخيره زي ما كنا بننوه اول الحلقه، هنتكلم فيها عن التاهيل النفسي اللي انت حتى ذكرتي اهميته لازم يكون موجود مع الرياضيين. زي ما حضراتكم عارفين البعثة الأولمبية المصرية خلاص تمت مهمتها بنجاح جدا في طوكيو، حصدنا 6 ميداليات منها ذهبية وفضية و4 برونز. طيب اللاعبين اكيد يعني لازم يكون معاهم مش بس مدربين زي ما احنا اتكلمنا، بتبقى بعثه كامله لازم يكون معاهم حاجه اسمها معد نفسي، لازم يكون في شخص برضو بيراعي الشق النفسي اللي اعتقد هو اهم من اي شيء تاني، ربما يكون كمان اهم من الشق الفني. فهنتكلم في كل ده وهنتعرف اكتر على التفاصيل وازاي تم اعداد الابطال والصعاب والتحديات اللي واجهوها، وفكره كمان ما قبل يعني البطوله وما بعد البطوله وفي حاله الفوز
وفي حالة كمان الهزيمة إزاي أنا أعد مرة تانية وأعطي الثقة مرة تانية، وفي حالة كمان الإصابات دي أعتقد نقطة كمان مهمة جدا. خلينا بس نرحب بدكتور محمد صفي الدين المعد النفسي الحياتي لفريق الفراعنة الأولمبية، وهنفهم طبعا هذا المصطلح. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. أهلا وسلم بحضرتك. منور البرنامج. أهلا بحضرتك. أهلا وسلم. وطبعا لازم تكون دي البداية فعلا، المعد النفسي الحياتي برضو ايه، نفسرها كده ونشرحها للمشاهدين. صباح الخير طبعا، وكل سنه واحنا طيبين، سنه جايه سعيده ان شاء الله، ومبروك لمصر على الانجازات الجميله بتاعتنا الحمد لله. معد نفسي حياتي، انا الشغل بتاعي الاساسي قبل ما بشتغل على الحاله النفسيه للاعب بشتغل على الحياه بتاعه اللاعب نفسها، على اللايف ستايل. انا بدرس الحواس بتاعه اللاعب قبل ما ابدا اشتغل عليه، اي حاجه عايز اوصلها مع اللاعب عشان نوصل للاقناع او نوصل لاي حاجه من ناحيه نفسيه عايز اشتغل عليها، لازم اكون فاهمه وفاهمني ان اللاعب نفسه في الاول. انا بقعد معاه شهرين ثلاثه الاول، بفهم اللاعب، بفهم كل الحاجات المحيطه دي، بيعمل ايه في يوم وبره التمرين جوه التمرين، اسرته وحياته اصحابه، وبيكون بكون على تواصل بكل الافراد المحيطه دي. يعني معظم اللاعبين اللي شغالين معايا انا بكون على لينك مع الاسره، مع اصحابهم، مع اليوم بتاعهم ماشي ازاي. فالحياتي اساسه ان انا بشتغل على الشخصيه بتاعت اللاعب قبل ما بعمل اي حاجه خالص ليها علاقه بالتدريب. بعد لما بشتغل على الشخصيه ببدا افهم اللاعب، فببدا انا ببقى عارف اروح فين، هشتغل فين. فبعد كده بشتغل على الاي كونتاكت، البادي لانجوج، الحواس بتاعت اللاعب، ببدا واحده واحده شغال. عشان كده احنا بنشتغل من بدايه الموسم، بيساعدني لما اجي اكون عايز اوصل لحاجه معينه مع اللاعب وقت الكومبيتيشن. فانا ببدا بدايه من الاول خالص افهم اللاعب وافهم الحواس بتاعته وافهم دماغه رايحه فين، وافهم هو عصبي، هو هادي، هو مودي، افهم انا طريقه دخولي لعقله ازاي. يعني ده بالنظر حضرتك يعني واصل هذه او هذه المرحله، والمعد النفسي يكون عنده فكره ان هو حتى مش لازم اللاعب يشتكي له او يحكي له، هيك عندك برضو السنس انك تقدر تقرا اللاعب اللي قدامك. الحمد لله. يعني انا واخد ورك شوب، انا واخد ورك شوب في الاي كونتاكت من جورج في حاجه الاي كونتاكت كمان بالتحديد اللي هي بس انا ده بستخدمه لنفسي وبستخدمه للاعب، لان انا في بعض المباريات بخلي اللاعب هو يستخدم الحاجات دي للاعب المنافس. أوكي. يعني انا بقى احنا بنتفق ازاي احنا هنخش على البساط، خلاص احنا اتمرنا وذاكرنا وعملنا كل حاجه، فانا داخل هلعب، هتبص في عينه ولا مش هتبص له، طب خايف ولا مرعوب، ما في نظره معينه انت ممكن تديها للي قدامك بتدي كذا مؤشر. فاحنا ازاي بنلعب على ده، وده اشتغلناه هنحكي قدام مع بعض اللاعبين. وفي بعض الاوقات المعينه ودي بتبقى ظروف صعبه شويه، لو عندي لاعب عنده مشكله ما، وده حصل معانا في بطوله من البطولات مع هدايا ملاك، وكانت مصابه وكان في وقت كان صعب جدا، فاحنا لعبنا على البادي لانجوج والاي كونتاكت لان اللاعب اللي قدامها كان اقل منها في الترتيب، وكانت طبعا هدايا كان ليها قدرها على في البطولات ساعتها، فكان ده الحل البديل. احنا كانت عندنا اصابه، وكان طبعا الجهاز الطبي كامل كان قايم بدوره، فانا كنت لازم اشتغل على الحواس عشان ادي انطباع للاعب قبل ما يبدا الماتش، فيكون في جزء من الرهبه للاعب الاخر مش للاعب بتاعنا. هل حضرتك يعني بحكم طبيعه عملك لاحظت ان في رياضات معينه اللعيبه اللي بتاعتها او الابطال اللي فيها ليهم نمط وتركيبه شخصيه كده تكاد تكون متطابقه بالمقارنه بالالعاب الثانيه؟ يعني مثلا الرياضات القتاليه مثلا، هل الـ الابطال فيها بتبقى ليهم تركيبه مختلفه عن الرياضات الجماعيه، مختلفه عن الرياضات بص هي مش متطابقه، يعني مش هنقول متطابقه زي 100%، لكن كل لاعب ليه دماغ وليه شكل وليه بيئه وليه ثقافه وليه فكر. وفي لاعب بتخش له بشكل معين والمره الجايه ما ينفعش تخش له نفس الاتجاه دوت، فلازم انت بتقعد تتاقلم مع اللاعب بالظبط. احنا عندنا حاجه اصلا كل اللعيبه الحمد لله واخدينها معانا اسمها الادابتيشن، ده كتاب كده كبير بس من كلمه واحده اسمه الادابتيشن، ازاي يتكيف او يتاقلم على اي ظروف هتحصل. وده احنا كنا متدربين عليه قبل السفر، لا قدر الله احنا رايحين كلنا باذن الله نعمل كويس ونجيب ميداليات وكل حاجه، بس انا كنت بحط مشكلات، لا قدر الله لو حصل اصابه هنعمل ايه، لا قدر الله لو حصل مشكله في الماتش، لا قدر الله لو الحكم عمل حاجه زي ما حصل مع جينا حصل صحيح. وفي بعض الالعاب ممكن الحكم ياخد قرار مفاجئ غلط. أيوة. فازاي انا اللاعب بتاعي كنترول نفسه في الماتش او في واتيفر بقى اللعبه بيلعب العاب منازلات او يعني، فلازم احنا بنكون مدربين اللاعب على اكتر من حاجه، يبقى هو عارف اي حاجه زي انا في تكيف. حلو ده يا دكتور محمد قوي. طيب انا عايزه ابقى اروح مع حضرتك برده بشكل اكثر يعني تفصيلا في نقطه هنا، ازاي احول طاقه سلبيه لدافع، يعني ممكن كلنا حتى كبشر مش لازم بس اللعيبه، لان اعتقد دي نقطه ممكن تفيد حتى طبعا كل الجمهور دلوقتي اللي بيتابعنا. بس نطلع فاصل سريع هنرجع نكمل مع حضرتك.
كنا بنتكلم قبل الفاصل مع دكتور محمد ازاي ممكن الواحد يحول طاقة سلبية عند حد تحديدا لو لاعب لدافع ليه، يعني اعكس تماما بقى الحالة اللي بيمر بيها، لا ناخد ده ونحوله لحاجة ايجابية ويبقى دافع. وازاي كمان الصحة النفسية ممكن تأثر على حياتنا ككل، يعني الملف ده اعتقد ملف مهم سواء بقى مع الرياضي مع البطل مع اللاعب او مع الشخص العادي. دكتور محمد النقطة دي اعتقد مهمة جدا. طبعا. طيب خليني ابدا نتكلم على الرياضي او اللاعب الاولمبي. حته ان انا احول سلبي لايجابي، في تمارين بنشتغل عليها اللاعب لو حصل له اي حاجه سلبيه جوه الكومبيتيشن نفسها بيحولها من سلبي لايجابي. بس انا الاول بشتغل على الفكر بتاع اللاعب، ازاي اخلي فكره ايجابي. زي ما احنا عارفين في حياتنا ممكن تلاقي حد سلبي في فكره، انا عارف ان انا مهما اتمرنت انا هخسر، وده قابل للتغيير بالمناسبه. طبعا طبعا 100% 100%. ما انا نوصل مع اللاعب ان هو يغير ده جوه الكومبيتيشن، اكيد مش بتمارين بس، انا بشتغل من بدري على تغيير الفكر. انا بحاول اغير الفكر بتاعه ان انت ازاي يبقى فكرك ايجابي، ازاي نمشي واحده واحده، ازاي اواجه مشاكلي. طب بالمناسبه ازاي نعمل ده؟ هو ده اللي خلى سؤال هوند فعلا مهم، وزي ما هي كمان بتقول ده بقى مش بس على الرياضيين، ده كل الناس. طيب خليني ادي حضرتك مثالين حقيقيين حصلوا في الاولمبياد. نبدا طبعا بالملكه بتاعتنا جيانا فاروق، وببارك لها على الهواء. جيانا كنا قبل ما تسافر بفتره كان عليها كم ضغوط، احنا وقعنا بظروف صعبه جدا يعني كضغوط واي لاعب كان داخل اولمبياد عليه الموضوع كان صعب شويه. ففي فتره كان قاعدين مع بعض واتكلمنا، وجيانا احنا بنقعد وبنعيط ويعني وبنتكلم وكل الكلام ده. فاتفقنا انا وهي على حاجه، بعد ما حكيت لي كل اللي جواها انا بسيب اللاعب قدام يبدا يحكي كل اللي قدامه براحته خالص، وببدا اساعده ازاي يطلع اللي عنده. وساعات انا بساعد اللاعب قدامي ان هو يعيط، انا عايزك تفضي كل اللي عندك عشان انا لما ابدا اديك بقى هنعمل ايه، نبدا نشتغل بقى. وبعد لما خلصت تماما خالص قلت لها ما تيجي بقى نبدا نشتغل ونتخيل احنا هنروح الاولمبيات وهنعمل ايه واللحظه اللي انت هتقف فيها على البوديوم. فهي بصيت كده قالت لي بوديوم ايه؟ قلت لها لا يعني غمضي عينيكي بقى كده، ولا انا ايه نتخيل البوديوم وبيندهوا اسمك وانت طالعه، طب والناس على السوشيال ميديا بتعمل ايه، طب العالم بيقول ايه. لقيتها بتعيط بس عياط ايجابي، لكن جسمي بيتعيش، انا مش عارفه يعني دخلنا في مود، وده المود اللي هي كانت مسافره بيه ان انا هعمل ايه، وان انت لعبتي اول ماتش وعملتي 1 2 3 4، بدات اخش في حته فنيه بقى ان انت بتلعبي البنت مش عارف بتاعت الصين وبتعملي كذا كذا فكسبتيها فقمتي داخله على اللي بعدها فحصل كذا، وقعدت اديها كام سيناريو هو اوريدي حصل قبل كده، فدخلت لها الحاله المزاجيه الحلوه بتاعت المود الايجابي. اوكي هي هتروح فيها فين؟ ده كانت مع جيانا. هدايه ملك وهي هناك في طوكيو قبل اللعب قالت لي انا قلقانه ومتوتره وفي افكار جوايا بفكر، هتعمل كويس جدا طبعا ان شاء الله، لكن في التوتر الطبيعي بتاع اي رياضي ده طبيعي طبعا. قلت لها اوكي ايه اللي انت خايفه منه؟ فلسه هتتكلم، قلت لها هاتي ورقه وقلم. قلت لها اي حاجه بتفكري ان انت خايفه منها تعالي نكتبها. فبدات تطلع، انا خايفه مثلا ما بقاش موفقه، قلت لها اكتبي. خايفه اخسر، خايفه مش عارف رجلي اللي كانت مصابه، اي افكار عند اللاعب كل المخاوف بتأيد نكتبها. هو ربنا كان يكون في عونهم اصلا، يعني انت فاهم يعني ايه مصر والعالم بيتفرج عليك، يعني انت عايز تكسب عشان في 100 مليون واكتر بيتمنوا اللحظه دي. احنا في المثال ده بنتكلم على يعني قامتين في الرياضه كبار جدا، هدايه وجيانا، المصريين كلهم عارفينهم مستنيينهم. حاجه صعبه يعني. جيانا بالتحديد كمان هي بطلت عالم 8 مرات، يعني فهي راحه الناس مش يعني عايزه مش هينفع يقبلوا اقل من الفرق. انا ازاي افصل اللاعب عن ده؟ لان انا وقت الكومبيتيشن بخلي اللاعب ما يفكرش غير في نفسه فقط. حلو ده برضه، ما يفكرش في اي حد. قلت لها هدايا تعالي نكتب، بدات تكتب. قلت لها قولي لي اول حاجه عندك ايه؟ عشان نكسب نعمل ايه؟ قلت لها اتمرن كويس، مش عارف اعمل ايه، التغذيه، المنتال. قلت لها طب في حاجه احنا ما عملناهاش؟ قلت لا. قلت لها طب ناقص التوفيق، التوفيق بيجي منين؟ علاقه طيبه بربنا، مش عارف عملنا ده، قالت لي عملنا ده. قلت لها خلاص. فانا كنت عايز اللاعب يخاطب نفسه. لكن طول ما انا قدامي جوايا افكار وعمال كل شويه افكر فيها واروح وارجع واروح وارجع من غير ما تبقى قدام عينيا، الموضوع هيبقى صعب جدا. بس هل ممكن برضو الامر ما يخلاش من ان حد تكون شخصيته من النوع المتحجر الغير طبعًا قابله للتغيير؟ يعني اكيد حضرتك عدى عليك النموذج ده. احنا عندنا بقى حاجات سريعه ثانيه انا بشتغل على كذا مرحله. في مثلا تمارين نفس بتهدي، في يعني في طبعا عندي شخصيات مختلفه، فانا عندي حاجات سريعه بتخلص الموضوع، انا عندي تمرين في 20 ثانيه اللاعب بيعمله بيحوله من سلبي لايجابي والعكس. بس انا التست دوت عشان اقنع بيه اللاعب في السيشن بدخله في مود سلبي الاول. اوكي. يعني انا الاول بدخله في مود سلبي وحش وبخليه يتخيل عشان تشحن انفعالات معينه جواه. واكون عايز اقنعه، بس طبعا وانا بعمل التست دوت مش بعرفه انا بعمل ايه. انا بدخله في مود سلبي معين
وبضغط عليه بشكل معين عن طريق مشكله عنده او حاجه قديمه، فيبدا واحده واحده فيبدا يحكي لي، فيبدا ينهار، فيبدا بيتخيل 20 ثانيه حاجه معينه، فبدخله في مود وحش قوي. وفي النص بقى بسيبه وببدا هو يحكي لي ايه اللي حصل وهو بيعيط ومنهار، فيه لعيبه الموضوع بيزيد معاها شويه. وفي النص بقى عامل تيست تاني بلغي ده تماما واخليه ايجابي، فيبقى برضه بيعيط بس بطاقه ايجابيه. ما احنا يعني في نوعين من ده، زي ما عملت مع جيانا لما قلت انا بعمل ده ليه، بس ده طبعا احنا بنعمله من بدري مش في البطوله. انا ليه بعمل ده مع اللاعب؟ عشان اقنعه ان مين اللي بيتحكم في جسمي؟ عقلي صح؟ المخ طبعا صح كده؟ طب مين اللي بيتحكم في عقلي؟ انا احاسيسي انا ولا الاحاسيس دي مرتبطه برضه؟ اوكي، اللي بيتحكم اللي بيدي الاشاره لجسمي هو عقلي، لكن مين اللي بيدي اشاره لعقلي؟ هو انا. فانا بكون عايز اعرف اللاعب ان ساعات يقول لك انا عقلي مش عارف اوقفه من التفكير، لا ينفع اوقفه من التفكير. فانا بخلي هو اللي يعمل التيست، هو اللي يعمل السلبي، وبعد كده هو اللي يعمل الايجابي. ده التيست حلو، ده اللي احنا بنقول جوه السيشن، عشان لما اجي بعد كده هو عنده اقتناع ان انت تقدر تعمل ده. دايما بقولها في كل مكان، اي حاجه عايز اللاعب يعملها في البطوله في المنافسه لازم يعملها جوه التمرين. اي حاجه لازم تخليه يجيبها جوه التمرين مره واثنين وثلاثه وعشره عشان تجيله الثقه. طيب ممكن، لان فاضل تقريبا 3 دقائق ويبقى في ختام، احنا بقى هنعمل لك اختبار على الهواء. حضرتك اتكلمت في بدايه الحلقه ان احنا او الفقره يعني ان احنا من الاي كونتاكت، من القعده، من الجستشرز تقدر ان انت فعايزين تقول لنا كده سريعا برضو استشفيت ايه من طيب هو اصل انا اعرف عن كريم كتير، فبرضو انا هقدر احكم. لا هو مش يعني هو مش صح، هي مش ببص في عينيه واولع. لا الفيرست امبريشن من خبرتك. طيب كريم مثلا بومه قاعده قصادك اختصرتها لك خلاص. طب انا عايز اوضح حته اهم جدا. اتفضل. في بعض اللاعبين ما كانش معاهم معد نفسي او ما عندهمش معد نفسي او ما كانش متهيئ. دي نقطه مهمه جدا للاسف، ومش عارفين ليه اصلا. احنا لعيبتنا الحمد لله كان معاهم دوت بفضل البنك الاهلي وشركه روابط الرياضيه الراعي الرسمي للابطال. هو كان مجهز فريق عمل من دي 1 للعيبه في كل حاجه يتخيلها اللاعب وكل حاجه يحتاجها اللاعب. دي اهم نقطه ساعدتنا ان احنا اشتغلنا مع بعض. يعني هو الموضوع محتاج سبونسر علشان بالزبط. اقدر ان انا اجيب الاتحادات بتوفر طبعا نفسي. الاتحادات بتوفر والدوله بتوفر اللي تقدر عليه، بس في وقت معين يعني احنا في شركه رابط رياضيه احنا في فريق عمل كبير جدا، في جهاز طبي كامل، في فريق عمل خاص بس لو اللاعب محتاج حاجه هو يخلصها له، لو حاجه للسوشيال ميديا هو بيعملها له، لو اللاعب عنده حاجه في بيته هو بيخلصها. يعني في فريق عمل جاهز بيعمل كل حاجه. بس الاتحادات مفروض ان هي توفر ده اصلا. الاتحادات عشان ما نظلمهاش بشكل رفاهيه يعني. الاتحادات بتوفر حسب كل اتحاد وحسب امكانياته، لكن لما يكون في راعي رسمي للاعب في ظهره، احنا كان دورنا مع شركه رابط ان اللاعب ما يفكرش. انا عايزك تتمرن كويس قوي ويبقى بالك حلو ومالكش دعوه حاجه ثانيه خالص. أوكي. انا مش عارف محتاج ايه، احنا بنخلص له كل حاجه هو بيعملها. فكان في شخص مختص في كل تخصص مع اللاعب بيتحرك معاه وبيخلص له كل حاجه. جميل. طيب احنا قبل بقى ما نختم معاك عايزين نعرف كده ايه الحوار اللي دار بينك وبين كل اللي فازوا بميداليات في الدوره دي من اولمبياد طوكيو. ايه الحوار اللي قبل ولا بعد؟ لا بعد. بعد لما خلصنا. بس في عجاله. بص هو الحوار كان يعني ايه؟ كان في دموع شويه يعني. الحوار كان هو كله عياط من اول ايه الحكايه؟ لان احنا كنا محملين، انا كنت مضغوط وهم كانوا مضغوطين. اكيد طبعا. واحنا كنا واعدين يعني جيانا والله قبل اللعبه انا اقسمت لها بالله العلي العظيم، وكان ده قسم ثقه في ربنا سبحانه وتعالى. قلت لها انت اللي هتشيل علم مصر، وانا والله كان احساس داخلي جوايا والله ما كنت عارف ان ده اللي هيحصل، بس كان ده الاحساس لان هي دي مكانتها. قلت لها وهتقفي على البوديوم وربنا هينصرنا. فوانا بقسم لها في السيشن هي دمعت، انا لازم اكون متماسك في الجلسه نفسها. فلما حصل انا قلت لها قالوا يا جانا بعد ما كسبت وفيديو كول قلت لها اخبار القسم، قالت لي بتعدوا قلت لها انت معايا. فاحنا دخلنا يعني طبعا فاحنا الاحساس بيكون بص النجاح حلو قوي. النجاح جميل طبعًا. جدا ولما بيجي بعد تعب كمان. ما انا عايز اقول لحضرتك اللعيبه دي ضحت قوي وتعبت قوي، احنا معانا والله بظروف صعبه كده ربنا كرمها قوي الحمد لله. وكل لاعب نجح بيضحي في حاجه مقابلها بيخسرها، فهي فعلا اللي بيتقي الله واللي بيضحي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه 100% والحمد لله. قبل ما نختم بقى مش هنحلل الشخصيات كده تخيليني في مفيش اي امبريشن خدته خالص عننا في كتير في كلمه في كتير. طب قول هادي خالص كده ورزين رزين. طب اقول بصراحه بس سريعا اقول لا يقول انت حضرتك يعني ايه عندك شبه خبرات كتير قوي، وده اللي موصلك ان انت في هدوء وثبات انفعالي. وصلت لحاجات كتيره بسم الله ما شاء الله في حياتك كممثل طبعا، وبحبك والله جدا كمان حبيبي ربنا يعزك. فده اللي مخليك برضه في هدوء شويه وسكينه في الفكر. ف
اخش على حضرتك؟ ماشي. اتكلم بصراحه؟ لا اقول بصراحه. طيب حضرتك بتفكري زياده شويه، انت حضرتك من النوع اللي بتحسبي الحاجه قبل ما تعمليها اكتر من مره. اوكي. وشويه بيكون فيه مش تردد لكن بعيد افكار، يعني الحاجه ممكن تاخد وقت معايا في الفكر. ودايما ممكن بتحبي كذا حد يقول لك يختار معاكي او يقرر، تاخد راي كذا حد في الاخر، ممكن تعملي اللي انت عايزاه. لا هو انا في الاخر بعمل اللي انا شايفاه. ما انا قلت ممكن ده لازم، بس بناخد فكره يعني. الورك شوب اللي خدتها نجحت، كانت الله ينور عليك يا دكتور. الحمد لله. الله ينور يا دكتور، سعداء بوجود حضرتك معانا، وان شاء الله نتشرف بلقاءات ثانيه بعد كده باذن الله. شكرا ليك يا دكتور جدا، وشكرا لحضراتكم على متابعتنا. الحلقه النهارده خلصت، بكره ان شاء الله حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.